السلام عليكم، ان شاء الله راكم كامل بخير وراكم كامل لاباس عليكم. اليوم حين نعملوا هاد التحليه تاع الليمون تجي بزاف بزاف بنينه. رانا في وقته بزاف طلبتوا مني يعني حاجه بالقارص يكونوا بنان يكونوا منعشين. هاد الوصفه ان شاء الله تلبي لكم الغرض. ما تنساوش الصلاه والسلام على رسول الله ونبداو بسم الله. عندي نص كاس تاع السكر، نص كاس تاع الزيت، نص كاس تاع الحليب، وعندي زوج حبات تاع البيض. هذه بالنسبه للطبقه الاولانيه يعني تاع الجينواز ولا تاع المسكوتشو. بسم الله نبداو. نحط نص كاس تاع سكر حبيبات، زوج حبات تاع البيض بدرجه حراره الغرفه، ونبداو نخلطوهم بالخلاط الكهربائي. نخلطوهم حتى يتضاعفوا ويبيضوا هكا، باش من بعد كي تجوا تاكلوا هاد التحليه يعني الطبقه هذيك الاولانيه تاع البسكويت تجيكم خفيفه ريشه وتجيكم بزاف بزاف بنينه. انا نبقى هنا نخلط حتى تبيض لي بهذه الطريقه، نطفي وخلاص دور الخلاط هنا نحيه. انا وريت لكم القوام تاعها يرجع بيض ورغوي، نحيها ونبدا نسكرفج في القارص. هنا درت حبه تاع قارص، نحيت لها غير هذاك يعني القشره الفوقانيه برك، باش هكا ما تعطينيش مروره في هذاك اللب الابيض اللي لداخل، غير يعني نسكرفجها حاجه خفيفه برك هكذا. ونجيب هنايا لافاني ونحط نص كاس تاع الزيت ونخلط. خلاص هنا كملت بالزيت، رايحه يعني ندير الحليب. نص كاس الحليب يكون بدرجه حراره الغرفه، اذا كان عندكم بارد من الفريجيدير يعني حاولوا تدفوه شويه برك، نحاولوا غير هذيك البروده يعني ما تسخنوهش بزاف. خلاص هنا كملت من المواد السائله، رايحه نبدا بالفارينه. عندي الكاس الاول تاع الفارينه هنا، مسحتوها هكا باش يبان لكم. وعندي باكي تاع خميره الحلويات من وزن 10 غرام، نغربلها ونزيد نوجد الكاس الثاني. قرصه الملح ضروريه تعزز لنا الذوق تاع الحلويات وتوازن في الحلاوه، يعني هي قرصه بصح عندها الدور تاعها. هنا نزيد نجيب الكاس الثاني. هنا دات لي كاس معمر والكاس الثاني دات لي كاس غربة، يعني دوك نوريه لكم هكذا. كاس رايحه نعطيكم القيس قد قد، ونزيد نخلط. ونخلط من الفوق للتحت باش ما نخسرش هذاك الهواء اللي درتو في الكيكه، باش من بعد تجيني خفيفه. خلاص هنا عندي واجده هكذا، هاي ليك الفارينه شحال بقات لي يعني الربع هكذا وريتولكم. وهنا عندي هذا المول تاع الزجاج هكذا راني وريتولكم، طول تاعو 30 على 15 سنتيمتر. ما تضحكوش عليه، هذا راه قديم 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 قديم، فايت 15 سنه يعني، وهو عندي وانا نخدم به، نحب نخدم فيه يطيب لي مليح. هنا نفرشها كامل في السنيوه هاد العجينه اللي درتها، وندخلها في فرن ساخن على 180 درجه، اكيد طيب لي من تحتها، وزيد تاخذ لي تحميره من الفوق. ونديرو يعني هنا مع بعض كريمه الليمون. كريمه الليمون المعروفه عندي فيها زوج حبات بيض، عندي قشور تاع حبه قارص، اذا صبتو للصفر احسن من هذا الخضر يعني بعد يطلق لكم اللون. وعندي نص كاس تاع عصير ليمون عصرته في عصارة وصفيته، زوج حبات تاع البيض، نص كاس تاع السكر، نص كاس تاع عصير الليمون، وحطيتهم هنايا مع القارص لوزس تاعو، ونخلطهم بارد في بارد ونحطهم على النار حتى يرفدوا لي زوج غليات ولا ثلاثة ونطفي عليها. رايحة نحطها مع بعض ونرجع لكم. هاي لي كريمه الليمون هنايا بعد ما جمدت لي، هي مع الاول تبان لكم خفيفه من بعد تبرد تولي هذاك هو. اكيد ما نديرولهاش نشا، كريمه الليمون جامي نديرولها نشا، كريمه الليمون الاصليه
باسكو النشا كي تحطوها بهذه الطريقه باش تصفوها وتبرد ترجع لكم يعني كريمه جامده وماشي بنينه كي تاكلوها، يعني تولي شغل الاستيكي. خلاص هنا صفيتها، ضروري تصفوها باش تنحو هذاك القشور. وعندي لافاني وعندي مغرف كبيره تاع زبده، نبدا نخلط في الزبده وهي سخونه باش تذوب لي لداخل. شوفوا كي يكونوا القشور تاع الليمون خضوره كيفاش يطلقوا اللون. وإلا كان عندكم اللون ما عجبكمش، يعني درتوا القارص الصفر وجاكم اللون خفيف بزاف، تقدروا ديروا شويه تاع ملون اصفر ولا تخلوها كيما تحبوا. للطبقه الثالثه حندير كاس تاع كريمه شونتي مع كاس غير ربع تاع الحليب، هكا باش تجيني الكريمه ثقيله وتجينيش هبه، ما تجينيش خفيفه وكي نجي نقطعها كامل تتسايل. ونطلعها هنا، قعدوا تطلعوا فيها حوالي 10 دقائق باش يتضاعف حجمها وتعطيني كميه كبيره. واللي عندها مشكل في الطريقه تاع خفق كريمه شونتي، نخلي لكم الطريقه بالتفصيل تاعها ونخلي لكم الرابط في صندوق الوصف ولا في التعليق المثبت، عندي فيديو خاص فقط بكريمه الشونتي. يعني البسكويت تاعنا طاب برد، اكيد برد تماما، شوفوا كيفاش يجي خفيف. رايحة نشربو بكاس تاع حليب، نحط هكذا، اكيد كيما قلت لكم لازم يبرد. اذا تحبوا الطبقه الاولانيه تكون مشربه بزاف، تقدروا ديروا حتى الكاس ونص تاع الحليب دوك نتوما واش تحبوا. خلاص هنا تشربت لي كامل، رايحه نحط لها كريمه الشونتي. كريمه الشونتي نبدا نحط يعني في بلايص شويه متبعدين على بعضهم باش من بعد كي نجي نسقمها ما يتفتتليش البسكوي. فوالا، وخليت شويه للتزيين. هنا كنت بديت استخدمت هاد السباتول، من بعد ما ساعدتنيش نحيتها وجبت هذه سهلت لي احسن. هكذا هنا سقموها باش تجي على مستوى واحد، وكي ديروا كريمه الليمون تجيكم الطبقه من الفوق متساويه. هكذا تحفتها كامل هنايا، سقمتها بهذه الطريقه. كريمه الليمون عندي بردت، شوفوا كي تبرد زيد تشد روحها شويه. غطوها، انا نسيت باش نقول لكم اكيد كنت مغطيتها بغلاف بلاستيكي، ونبدا نمشي فيها من الفوق غير بمغرفه هكا، تجيكم قد قد يعني في هذا المول. وبزاف اللي ما يحبوش كريمه الليمون بالبيض، انا نقول لكم ما تحسوش كامل به، باسكو انا دايرين كميه كبيره تاع عصير القارص مع القشور مع لافاني يعني مدبنة. ويعني كريمه الليمون بالبيض ماشي كيما بنشا. هنا وزعتها كامل، نزغدها شويه شويه هكذا باش تتسوالي. فوالا، ونخليها تبرد. من بعد عملت لها تزيين، خليت لكم وحده برك باش تشوفوا طريقتي في التزيين، سهله بسيطه. فوالا هكذا، وعملت لها شويه نقاط. هنا خلاص كانت وجدت. انا قطعت لكم منها من الوسط باش تشوفوها. هنا شوفوا قربت لكم الكريمه كيفاش تجي، تجي تلمع وتجي بزاف بنينه وخفيفه. هاي ليك هنا كي نحيتها، شوفوا لايبرك كيفاش تجي الطبقات هذوك باينين، يعني الذوق تاع الليمون بزاف بزاف بنين على بالنا بلي وقته. هنا يدي جات مقربه بزاف للتصوير، معليش سمحوا لي. هاي ليك قسمتها لكم، نتمنى من قلبي انكم تجربوها، ونقول لكم وصفتنا لنهار اليوم هذه هي. جربوها خلوا لي رايكم تعليقاتكم. جام للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو الجاي إن شاء الله. سلام حبيباتي.